زي ما شاهدنا أجمل الأهداف وأهداف من عالم آخر، عالم المستديرة والسوح الخضراء، وأكيد فقرة الرياضة دائما حاضرة ومهمة في صباح الشروق وصباحنا اليوم في أخبار الرياضة. أكيد الصحفي سالم سعيد، صحفي رياضي، أهلا ومرحبا بك أستاذ سالم، كيف حالك؟ مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. الله طيب، أول حاجة نتكلم عن قضية كوكوم على المريخ. يعني هل يتلقى مجلس سوداكال يعني مزيد من الشكاوى في القضية دي اللي أثارت الرأي يعني الرياضي؟ أنا في تقديري هي ليست القضية الأولى ولن تكون الأخيرة. يعني هناك كان عدد من القضايا في قبل مجلس سوداكال وأثناء تولي سوداكال رئاسة المريخ أو مجلسه رئاسة نادي المريخ، ولن تكون القضية الأخيرة، لأنه طالما هناك تعاقدات لنادي المريخ وبقية الأندية أيضا مع اللاعبين الأجانب دون والمدربين أيضا دون إنهاء القضايا بالشكل القانوني السليم، ستكون لا تزال القضايا معلقة بالنسبة لنادي المريخ تجاه اللاعبين الأجانب. هناك قضية اللاعب البرازيلي ماركوس الذي كان من المفترض ان يتم تسجيله في تسجيلات شهر اكتوبر 2018 بسبب عقوبه كان لنادي المريخ من اللاعب الايفواري مارسيال، وحينها الفيفا اقر بعقوبه ان لا يسجل المريخ لثلاثه فترات تعاقديه. فشل المريخ في ضم اللاعب البرازيلي، اللاعب البرازيلي الان يطالب بمستحقاته. اللاعب البرازيلي كان ذهب مع المريخ الى دوله الامارات لمواجهه الهلال في كلاسيكو الشيخ زايد الشهير، لكن فشل المريخ في قيد اللاعب بسبب عقوبة لاعب آخر وهو اللاعب الإيفواري مارسيال. عقوبة اللاعب نونو كوكو، هو أصلا هذا اللاعب قصته غريبة جدا، هو انضم للمريخ في مايو 2018 والعقد لمدة عامين، يعني من المفترض أن عقد هذا اللاعب ساري حتى الآن، على اعتبار أنه التسجيلات المفروض اللي كانت تكون في يونيو كان حتكون مستمرة بسبب جائحة كورونا، لأنه الآن اللاعبين مستمرين في عقوداتهم مع أنديتهم وهي لم تنتهي حسب قرار الاتحاد الدولي الفيفا. لكن المريخ قام بمخالصة، عمل مخالصة مع اللاعب بعد 3 شهور بناء على توصية من المدرب حينها المدرب التونسي يامن الزلفاني، واعتقد ده خطأ. يعني انت اللاعب حتى لو هو فشل، انت سجلت لاعب اجنبي وهو فشل او لاعب وطني وهو فشل، لا تقوم بشطبه او باخلاء خانته الا في التسجيلات. لماذا فترة قبل التسجيلات 3 شهور؟ واين ذهبت المخالصة؟ مجلس المريخ ذهب بمخالصة للاتحاد السوداني لكرة القدم وعمل مخالصة مع اللاعب، واللاعب سافر بعد ذاك الى بلده، وبعد اكثر من سنه ظهر الامر وكانما ان هناك اشخاص لديهم مصلحه حقيقيه في انه نونو كوكو يشكو نادي المريخ ويحصل على مال نادي المريخ. بعد ذاك نادي المريخ فشل في ايجاد المخالصه، يعني زي سرقت منه. هذا الامر نفسه يشير الى علامه استفهام، فشل في التعاقد مع لاعب مغمور، فشل في انه يشطب اللاعب بعد 3 شهور من تسجيله، وده في حد ذاته خطا، فشل في مخالصه اداريه مع اللاعب، وبعد ذاك ما لقوها، والان نادي المريخ دفع اكثر من المبلغ اللي كان ممكن يدفعه للاعب. يعني هذه الشكوى ليست حاله فقط في جزيره معزوله، انما انا اتوقع ان قد تكون هناك مزيد من الشكاوي طالما مخالصات الانديه نادي المريخ وبقيه الانديه السودانيه ليست بالسيقه القانونيه المطلوبه مع المدربين واللاعبين. يعني بدليل لماذا لم يكسب حتى الان نادي المريخ او نادي الهلال اي شكوى ضد مدرب او لاعب اجنبي؟ لماذا اللاعبين والمدربين هم الذين يكسبون شكواهم ضد انديتنا؟ طيب استاذ سالم، ماذا عن انفتاح يعني سوداكال على مجتمع المريخ تحديدا، يمكن خوفا من سحب الثقه من اجل البقاء؟ ممكن يكون دي واحده من الاسباب. يعني هو طبعا سوداكال منذ يمكن انتهاء تعقيداته القانونيه وتوليه بشكل رسمي رئاسه نادي المريخ وحضوره لاكثر من اجتماع، كان من المفترض انه الخطوه دي يعملها مبكرا، يعني منذ يعني توليه دفة القيادة بشكل رسمي كان المفترض أن ينفتح أكثر على مجتمع المريخ، أن يلتقي مثلا بالإعلاميين بالأقطاب بخلافه، يتحاور معهم في هذا الأمر. هو ما كان غريب منهم، زي كان مشفر هذا الرجل، ما كان موجود، ما كان حضور صحيح، طبعا ما في كور، يعني في الفترة دي كلها كان في توقف بتاع نشاط وكان ما في مباراة وخلافه، لكن هو ما كان حضور في مجتمع المريخ حتى قبل الحظر الكلي. يعني هو من قبل الحظر الكلي وكان قاد كم اجتماع لكن ما كان ظاهر، اجتماع ما كان في المكتب التنفيذي ولا كان في النادي ولا كان في الاستاد. يعني كان من المفترض ان يبدا اجتماعه الاول مثلا في دار النادي وان يلتقي بالرواد او خلافه، ما كان منفتح للاعلام، رفض الحديث لاي وسيط اعلامي على الاطلاق، اكتفى ببعض التصريحات والبيانات للموقع الرسمي. ده في حد ذاته ما خطا، لكن يجب ان يكون اكثر انفتاح، انت جاي جديد من المفترض ان تلتقي الناس، كل هذه الامور هو ما قام بها. نجد انه بعد ذاك التقائه بمجموعه التعبئه المريخيه وهي احد المجموعات او المجموعات الجماهيريه في نادي المريخ، يفسر الان انه هو يعني خوف من حاله سحب الثقه
التي يجريها البعض الآن لسحب الصيغة من مجلسه، هي الآن حتفسر كده حتى لو هو كان بنوايا انفتاحية لمجتمع المريخ. ولجنة سحب الصيغة هي الآن بتمضيب يمكن بشكل كبير جدا، وحصلت على توقيعات عديدة، والناس القائمين على أمرها خرجوا إلى وسائط الإعلام وتحدثوا مرارا وتكرارا بقدرتهم على إزاحة المجلس وحصولهم على توقيعات أعضاء الجمعية العمومية، وأنه هم ماضين بالأمر ده بثقة وشكل قانوني جدا وبإشراف من قانونين كانوا في اللجنة القانونية لنادي المريخ، وهم سيقدموا هذه المذكرة للاتحاد. سودا كان الآن أمامه لا يزال هو رئيس نادي المريخ، ومجلسه لا يزال هو المجلس الشرعي المنتخب. مهما قلنا مهما تحدثنا لا تزال الفرصة أمامهم لتدارك الأخطاء ليتمكنوا من قيادة المريخ حتى قيام انتخابات في الجمعية العمومية قادمة، اللي من المقرر أن تكون في تقريبا في شهر 9 أو شهر 10. ما معروف مع جائحة كورونا هل تسمح الأمور أم لا تسمح، لكن هي الفرصة فيه حتى الآن لمجلس السوداكال. يا هو فوت الفرصة بمزيد من الأخطاء يعني عمق الفرصة وجعل فرصة قائمة وحقيقية لإزاحة مجلسه، يا هو فوت على الذين عايزين يزيحوا الفرصة وبالتالي يصحح كل الأخطاء التي يعني يرتكبها مجلسه. أستاذ سالم، أنت ذكرت في حديثك أنه هي أزمة مستمرة كل الأندية السودانية، يعني الأزمة المستمرة دي كيف نحد منها؟ هل المشكلة مشكلة إدارية بحتة ولا مشكلة تشريع قوانين ما يخص الأجانب يعني في السودان؟ هي المشكلتين. أول المشكلة الأولى وقبل المشكلتين هي مشكلة مالية. الأندية ما عندها قروش، يعني في الفترة الماضية الأندية ما عندها قروش بالنسبة لتضخم سعر الصرف، وبالتالي الأندية بتكابر لعمل تعاقدات مع محترفين أجانب حتى لا تثبت مجالس الإدارة الحالية إنه هي أقل من السابقة. هي مسألة كده، يعني أنا إذا ما جبت محترف أجنبي في فريقي معناه أنا كمجلس إدارة تعبان وما عندي قروش، وبالتالي لا أنا لازم أجيب محترفين أجانب طالما المجلس القبالي كان بيجيب. إذا الأمر بتحسب كده، رغم إنه الناس بيجيبوا محترفين بعقود مالية ضعيفة جدا، رغم إنه الآن في الدوري الممتاز في 12 نادي ما عنده محترفين أجانب، وأنا أعتقد ده ما عيب، دي أندية عرفت واقعة من 17 نادي 12 نادي ما عنده محترف. في السابق ما كان في الأمر ده، هي عرفت قدرتها المالية وبتتجه وبتتعامل مع قدرتها المالية. الآن في الدوري الممتاز في مدربين أجنبيين فقط، وده برضو أمر يعني يشير إلى أنه في ضائقة مالية كبيرة جدا في الدوري الممتاز. هلال المريخ لا يزالوا يتعاملوا بالمنطقة القديمة، هما بيجيبوا اللعيبة ويجيبوا، لدرجة أن الهلال جاب عماد محسن وهو واحد من أغلى 10 صفقات في القارة داخل القارة الإفريقية، وهذا اللاعب من 10 مباريات لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء أهديت له من أحد زملائه في نادي الهلال. وبالتالي أنت خسران، وما عارف اللاعب بعد ده هيشتكي ولا عملوا معه تسوية ولا وضعيته ما ظهر لنا الآن. يعني قالوا عملوا معه تسوية. أستاذ سالم، يعني المبدأ شنو أصلا؟ خلينا نجيب يعني الشغله هي فيها وساطه يعني سماسره حتى في مجال العمل فيها، يعني لادائه على ارض الواقع ما بكون بالصوره المطلوبه، بعدك ندخل في تفاصيل شكاوى قانونيه وغيرها. يعني نعم، يعني مثلا السماسره اللي بيكونوا في مجال العمل، السماسره موجودين وهم لديهم مصلحه في الاتيان بلعيبه بغض النظر هم ينجحوا ما ينجحوا حتى على حساب النادي، طبعا يضيفوا ما يضيفوا، النادي عنده قروش ما عنده قروش، هم لازم يجيبوا محترفين. مجالس الاداره مصره على الاتيان بمحترفين وهي ما عندها قروش، تمام، وده أمر واضح يعني. تمام، دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في جانب إداري، إن أنت ما قادر تعمل صيغة تعاقد بشكل قانوني جيد يحفظ حقوقك، وما قادر تعمل صيغة مخالصة تحفظ حقوقك أيضا كنادي. فبالتالي أنت عندك لا عندك قروش، لا عندك قدرة إدارية، لا عندك المقدرة أنك أنت تجيب في منتفعين من الاتيان بالمحترفين الأجانب، وآخر المنتفع من اتيان هذا المحترف الأجنبي هو النادي نفسه. نعم، لانه الانديه نفسها هي ما مستفيده الان. فريق الهلال عندما لعب الاهلي المصري وقدم مباراه كبيره لم يكن هناك لاعب اجنبي في فريق الهلال، لكن وانا اتخيل لما تجيب لاعب من برا بتضيق الفرص على اللاعبين الموجودين في السودان، يعني بتضيق الفرص على المواهب الممكنه والاجيال القادمه اللي عندها موهبه لاعب، او حتى المحترفين المحليين. يعني انت ما دائما تركز، مرات بيكون المتاع عندك لكن انت بتفتش الخارج عشان هو محترف او كذا. يعني هو طبعا مسألة الاتيان بالمحترفين دي في حال ان المحترف يكون اضافة، يعني الان الناس لا تتحدث عن تضييق الفرصة، هو تضييق الفرصة دي بيحدد العدد، لكن هو اتيان محترف الى اي دوري ده اصبح امر مسلم به، لكن بعد ده بتبقى الفرصة، انت بتسمح بكم محترف اجنبي موجود عندك في الدوري بتاعك. الامر ده بناء على عوامل كثيرة، منها مسألة الفرصة، منها مسألة اللاعب. يعني مثلا انا الدوري المصري ممنوع انت تجيب حارس، يعني عندنا فهم انه
مركز حراسه المرمى ده داري يخلوه للحراس الوطنيين عشان المنتخب الوطني، لانه كانوا في فتره يعني تضايقوا منه في المنتخب المصري. السعوديه كانت عندها 3 محترفين، رفعوا العدد الى 8 دفعه واحده، ونتيجه لذلك حصل النادي الهلال على دوري ابطال اسيا الموسم الماضي 2019. فانت لذلك تجيب محترفين العدد او عايز تزيد العدد، الهدف من كده ايه؟ هل انت حصول انديه، هل انديه لديها يعني هيئه رعايه التشكيل في السعوديه دفعت للانديه السعوديه الان جابوا دوري الابطال. في مصر العدد 26 غلصوا حتى الان في اجتماعات. فانت الهدف من العدد ده، انت العدد بتاعك الان انت ما قادر تصل له، صح؟ عندك 12 نادي ما عندهم ولا محترف اجنبي لان هم ما قادرين يجيبوا. فانت يعني العدد 3 هو عدد معقول جدا يضمن لدوري يكون دوري محترفين، وده حسب شروط الاتحاد الافريقي الكاف انه نظام دوري المحترفين لازم يكون فيه محترفين اجانب، لكن دون يعني التمادي في مساله عدد المحترفين يكونوا في الهلال والمريخ. مره ما وصلوا 6 و7 واثروا فعلا على خانه اللاعب المحلي، واثروا فعلا على فرص اللعيبه المنتخب، لدرجه انه هيثم طنبل حينما كان مهاجما للهلال وكان الهداف الاوحد للمنتخب الوطني كان احتياطيا لكلتشي وجودوين في نادي الهلال، والامر ده ادى الى تدخل الاتحاد السوداني. طيب ايضا من الاخبار يمكن عجب محمد الرشيد بين الالتزام او بين التزام المجلس بالتجديد والانتقال للهلال. يعني انا اعتقد انه هو دي التحدي حقيقي لمجلس سوداكال، يمكن الكلام القبيل بانه مجلس سوداكال يستطيع انه يعني يفوت الفرصه على الاشخاص اللي هم عايزين يضغطوا مجلسه بمزيد من النجاحات. انت كل ما عملت نجاحات الناس هتقول يا اخوان والله المجلس يا اخي خلوه يستمر لحد ما فترة. انت عندك رمضان عجب ومحمد الرشيد، الان الدوري الممتاز ما معروف يعود ولا ما يعود. اليوم في اجتماع، قيل انه في اجتماع بين الاتحاد السوداني وبين وزاره الشباب والرياضه لبحث مساله عوده النشاط الرياضي. طبعا ذكرنا سابقا انه قدمت مذكره الى لجنه الطوارئ الصحيه في الورشه حقت اللي عقدوها لعوده النشاط الرياضي. الدوري هيعود ولا ما هيعود؟ دي نقطه مهمه جدا. التسجيلات حتكون 200، يعني مجلس المريخ والسوداكال يجب ان يحتاطوا لامر محمد الرشيد ومحمد ورمضان عجب، باعتباره خصوصا رمضان ده احد اللعيبه التاريخيين في نادي المريخ من 2012، وهو احد قائدي نادي المريخ بعد امير كمال في الاقدميه، ولاعب مهم ومؤثر ولاعب جوكر. ومحمد الرشيد ذهابا او مجرد ان يفاوضهم نادي مثل الهلال، انا اعتقد دي ستمثل صدمه كبيره جدا لمجتمع المريخ، وربما المسمار الاخير في نعش المجلس. انا في تقديري يعني جماهير المريخ لن تقبل ذهاب هذين النجمين الى نادي الهلال. انا اعتقد انه يعني مجلس سوداكال صعب ان يفرط في هذين النجمين. طيب هل ممكن نقول انه الازرق حيستعين بلجنه تطبيعيه او تسييريه بالنسبه للتفاصيل الخاصه في النادي؟ لا، ليس الان. يعني هو طبعا الان اي شيء متوقف بسبب جائحه كورونا، في قرار طلع من المفوضيه وفي قرار من الاتحاد السوداني، لا يوجد مشاورات حول كل هذه الامور، يعني ما حتقام. انا اعتقد ان مجلس الكاردينال سيواصل حتى نهايه حقبته، يعني بعدها حتكون في جمعيه عموميه، يا جاء ترشح هو الرئيس الحالي اشرف الكاردينال، يا بعد ذاك عملوا لجنه تطبيع، لانه حتى الاشخاص اللي كانوا مترشحين ضد الكاردينال او انشاوا تنظيم ضد الكاردينال الان يعني هم زي بينسحبوا من هذا الامر. نعم. طيب التجديد لاطهر الطاهر هل بيعني ان الكاردينال وعي للدرس؟ يمكن ان يكون الكاردينال وعي. طبعا هو الفرق شنو مثلا بين موضوع اطهر وموضوع محمد عبد الرحمن؟ لانه ناس محمد عبد الرحمن عندما يعني اراد الهلال يجدد له وكان مصاب مثلا في الفتره دي او ما كان في اوج تالقه مع ناديه، الان اطهر الطاهر هو في اوج تالقه مع نادي الهلال، يعني ذهاب وانا اعتقد هو ذهاب من ليس الهلال. اطهر الطاهر اللاعب الوحيد في دوري ابطال افريقيا اللي اختير في تشكيله المثاليه لمرحله المجموعات 3 مرات، سجل اهداف حاسمه، اهداف مؤثره، لاعب وصلت نجوميته في الموسم اللي نحن فيه الان ده متوقف بسبب كورونا الى ان يفاوضوا انديه مثل الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي، فبالتالي هو وصل الى مرحله عاليه جدا من النجوميه. ذهاب اطهر انا في تقديري اذا في السودان سيجدد للهلال او يذهب الى الاحتراف الى نادي خارجي، ذهابه للاحتراف الى نادي خارجي امر انا في تقديري لن ينتقص من قيمه الهلال، لكن على الهلال اذا اراد ان يستفيد من كاردينال، يستفيد من اخطائه السابقه في بكر المدينة أو في أطهر الطاهر، أن يجدد في محمد عبد الرحمن، أن يجدد لأطهر الطاهر وبعد ذاك يعيره محترفا. يعني أنا أعتقد أن محمد عبد الرحمن الآن المريخ خسر بأنه تركه يذهب إلى نادي أهل برج بعريج والآن الجزائري، والآن هو مرقوب في الدوري الإماراتي بأكثر من 1.5 مليون دولار بقروش كان قادر أن تحل كل أزمة نادي المريخ. مجلس الهلال أطهر طبعا عقده بينتهي، الهلال ممكن يسجل أطهر لـ3 سنين
بمبلغ معقول وبعد ذلك يجعله يذهب إلى نادي خارجي، يعني يبيعه إلى نادي خارجي بمبلغ يكون نادي الهلال استفاد من ذهاب أطهر، وبعد ذلك أطهر لا يكون لا يزال لاعبا في الهلال. دي أنا أعتقد دي حتكون رصيد كبير جدا للكاردينال، ممكن تغفر له كل الأمور الماضية في أنه أطهر يجدد لنادي الهلال. أستاذ سالم، كان يوم الأحد سألتك عن نزول الأندية الخارجية في أوروبا أو غيرها من الدول على أرض الواقع ومباشرة المباريات، سواء كان الإجراءات الاحترازية أو كذا، فده انعكس في وجهة نظرك سواء كان على المكان بالصورة المطلوبة زي الاستمرار في الحياة الطبيعية. إحنا إذا تم استئناف النشاط الرياضي في السودان، إحنا بنسمع الآن في تجميد النشاط الرياضي اللي بكون على صحة الإنسان بكون على صحة اللاعبين، في حال تم الاستئناف بناخذ كم كده حتى انه نستوعب الدرس ده وننزل عرض الواقع على الملعب بكل حماس ونؤدي اداء حقيقي يعني؟ والله طبعا ليست اقل من يعني من اسبوعين الى ثلاثه اسابيع على الاقل. وهل القرار يجب انه يكون من مبكرا حتى انه الانديه تستوعب؟ طبعا القرار يجب انه يكون مبكر عشان انت تسمح للانديه بانه تستعيد نشاطها، ما في تدريبات فرديه، في تدريبات جماعيه، برضه الامر رهين ب الان اللعيبه حقون الانديه، هل كانوا بيتمرنوا؟ هل كانوا مواصلين في تدريباتهم؟ لو كانوا مواصلين يعني معدل لياقتهم اللي هم محافظين على حتى الان كم في المية؟ بعد ذاك لابد من تدريبات فرديه جماعيه وتدريبات فرديه عشان اللعيبه يكونوا الى حد ما هم جاهزين. احنا شاهدنا مباراه ريال مدريد امس الاول، اربعه لعيبه من ريال مدريد اصيبوا، اربعه. صحيح. يعني انت بتتكلم على ريال مدريد واللي اتيحت لهم الفرصه، الدوري الالماني اكثر العدد فاق ال 24 لاعب اصاب في الدوري الالماني في خمسه جولات لعبت. ريال مدريد في اول مباراه اربع لعيبه، الان الصحافه الاسبانيه لا تتحدث عن مقدره كيكستين او زيدان على البقاء في الصداره حتى الجوله الاخيره، بل مقدره كل فريق في البقاء على تشكيلته الاساسيه حتى الجوله الاخيره. المدرب اللي بينجح انه تشكيلته الاساسيه تكون قاعده لما الجوله الاخيره من غير اصابات ده هو المدرب الحينان لغب الدوري الاسباني. طيب الاهلي شندي وعلى ابواب الفيفا يعني؟ الاهلي شندي اصلا ذهب من قبل الى ابواب الفيفا، هم رهنوا الامر او تحدث احد منسوبي الاهلي شندي بانه الامر بكلياته يعني او احالوه الى راعي النادي رجل الاعمال صلاح ادريس رجل المعروف، وانه المبلغ الداير والمدرب الصلبي خلوفيتش مبلغ كبير، وانه مجلس الاداره حاليا ليست لديه القدرة على دفع هذا المبلغ في ظل توقف النشاط، حتى أموال الرعاية جاتهم، حتى أموال الكاف وأموال الفيفا المنحهم للاتحاد هي أقل من أن تدفع لهذا المبلغ، وإنه النادي الأهلي شندي يعني ذهب بالورق إلى راعي النادي رجل الأعمال المعروف لحل القضية بشكل تسوية أو بشكل ودي مع هذا المدرب. أنا أعتقد أن الأندية السودانية كلها ستكون على أبواب الفيفا، ستكون على أبواب الفيفا بشكل مستمر جدا إذا ما حسمت مسألة التعاقدات مع اللاعبين والمدربين الأجانب. أنت جبت مدرب أجنبي لم يحقق أي شيء مع ناديك في الوقت اللي كان مدربك هو مدرب الهلال الحالي الكوتش الفاتح النجر بيقود الفريق بشكل جيد وبنتائج مميزة جدا. طيب في إشارة من الكنترول أنه الزمن انتهى، والزمن في الرياضة برضه لما الحكم يصفر على نهاية الجولة يعني، لكن سريعا كده الجولة الثانية في الدوري الإسباني يعني أنت كيف بتشوفها بالزاوية؟ طبعا هذه أول مباراة ستكون لبرشلونة على ملعبه بعد أكثر من 100 يوم أمام ليغانيس، هو لعب جولة خارج ملعبه أمام ريال مايوركا وفاز برباعية بدون إصابات، دي أول جولة له في ملعبه في الكامب نو بدون جماهير، وايضا ريال مدريد سيخوض اول جوله خارج ملعبه بدون جماهير، ريال مدريد خاض الجوله الاولى في ملعبه، الان الجوله الثانيه خارج ملعبه، برشلونه خارج ملعبه، والان الجوله الثانيه داخل ملعبه، هو تحدي يعني تحدي عدم وجود الجماهير وتاثير الامر ده على اللاعبين وعلى الانديه. احنا شكر لك كثير جدا الاستاذ سالم سعيد الصحف الرياضي على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه في جوله سريعه، شكرا لك. شكرا لك.